الشيخ محمد الموسوي يفتري على الشيخ ابن باز. نعم، فهو إذا تقول لي رجب البرسي، أنا أقول لك ابن باز، ابن باز يقول هذه شيء فتوى. لا اسمحلي، اسمحلي شوف نموذج على عدم صلاحية. كل ساعة يذكر فتوى. لا اسمحلي. لا لا حنجي خلينا. أنت بالذات أنت هل تعتقد بأن الأرض مسطحة أم كروية؟ أنا إيش دخل هذا الموضوع؟ أسألك سؤال يجبني. كروية لا كروية. كروية. أنت بحكم هذه الفتوى كافر. هذه فتوى موجودة يا أخوتي شوفوها. هذه الفتوى تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلينا بعد شوية. القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة. يعني كل من يقول هذه فتوى من عبد العزيز بن باز. طيب رحمه الله. إذن الأقوال الشاذة لا يحتج بها. طيب لحظة بس. أنا لا أقول أن كل السنة، نعوذ بالله، أقول لك أن يكفرون من يقول أن الأرض كروية. هذه أقوال شاذة. أنت ما جيب لي رجل البرسي، لا جيب لي الشواذ. أنت اسألني عن رأي جمهور العلماء. وعاد عن الكلام عن كثير من الجزئيات التي أثيرت، مع أن الدكتور محمد الموسوي بتر كلام شيخنا عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة الشيخ لازم باز في قضية دوران الأرض ودوران الشمس. الشيخ جعل المسألة في من يجعل الشمس ثابتة لا تدور والأرض هي التي تدور، ليست فتوى فقط عن الأرض. على كل حال وهذا من نسبه؟ ما نسبه إلى ابن باز أنه يكفر من يقول الأرض تدور. من ليك تكذيب ابن باز لهذا الكلام؟ تكذيب. ويقول نبأ من السعودية. هذا كلام الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشيخ بن باز يقول تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة مصرية عن يقول عن أنه هو أهدر دما يقول أن الأرض كروية. والشيخ بن باز قصدك أنه هو نفى هذا الكلام. كذب هذا الكلام. مش أهدر دم، ما قال أهدر دم. أنه قال هذا الكلام. أيوة. ولا قال هذا الكلام. وجوابي عن ذلك يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. لقد نشر المقال الذي أشار إليه الكاتب في جميع الصحف المحلية واطلع عليه القراء في الداخل والخارج، وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات، فضلا عن إهتار دم من قال بها. وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض، فكيف جاز لفلان أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس؟ سبحان الله، ما أعظم جرأة هذا المفتري، ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحاد والمذاهب الهدامة. وإنما يقول إنما أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته، وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لكتابه العظيم وتكذيب لرسوله الكريم. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. أظن يشير إلى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. نعم. ذلك تقدير العزيز العليم. ما قال الشيخ العزيز أن الأرض كروية كافر؟ قضية تختلف. طيب المهم هذه هو يقول ما قلت، هو يقول ما قلت، ما تكلمت عن ال... هو يقول ما تكلمت عن الانترنت عن ذكر كروية الأرض. ما قال كروية الأرض. لم يهدل، لم، هذه قضية مختلفة. لا ما اقرأها، اقرأها، اقرأها المختلفة، اقرأ المختلفة. لم نقرأ المقال وهذا قضية. هو قال هو قال أنا لم أتحدث في كروية الأرض بنفسي. لم يتحدث عن كروية الأرض. لم يهدر دم أحد. لا لم يتحدث عن كروية الأرض. أرجع للمقال. قال وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات. مقال معين. وين المقال؟ وين المقال؟ على كل حال طيب. هذا لا جابه. هذا لا. ذكرنا أمرين للشيخ الروحاني والشيخ بن باز. أعزائي المشاهدين الآن حبل طوال في الحلقة مباشرة.